الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية لبعض مشروعات المحاور والكباري بمدينة ناصر. الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد بقصر الاتحادية. مجلس الوزراء يوافق على الإجراءات الخاصة بتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لبعض من مشروعات المحاور والكباري بمدينة ناصر. المزيد في سياق هذا التقرير. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من مشروعات الطرق والكباري والمحاور الرئيسية بمنطقة مدينة نصر، حيث اطمأن سيادته من المشرفين على تلك المشروعات على سير العمل والإنجاز وفقا للجداول الزمنية، وأكد سيادته على ضرورة مراعاة وتطبيق كافة التدابير الاحترازية حفاظا على سلامة وصحة العاملين. شوف الشغل تمام يا فندم، والحمد لله احنا شغالين بمعدلات كويسة، وان شاء الله هنحقق في البرنامج الزمني اللي هو ان شاء الله قبل 15/8 ان شاء الله نكون مخلصين. قبل 15 بأمر الله. طريق كوبري 430. طيب انتوا شغالين هنا بس ولا في حد في لا احنا حضرتك احنا مولين عرب إدارة الكباري في اللي هو مصطفى النحاس مع عباس العقاد، والكباري التقاطعات الثانية مع شركات ثانية. من فضلك من فضلك الناس تلبس كده. تمام يا فندم. احنا ما خدناش بالنا حاجزين. تمام. ما تسيبوش الناس كده. لا حاضر يا فندم حاضر. كما تفقد سيادته عددا من محطات الوقود بالمحاور الرئيسية، وشدد سيادته على ضرورة أن تكون تلك المحطات مراكز خدمية متكاملة للمواطنين. وأثناء الجولة توقف سيادته مع أحد الباعة الجائلين، حيث دار حوار معه اطمأن منه السيد الرئيس على أحواله. زيك كل سنة وانت طيب. عامل ايه؟ انت ساكن فين؟ من سوهاج. وعايش هنا؟ لا عايز اخد موسم السكين بس. عامل ايه؟ اخد موسم السكين بس وعندي. بتلاقي موسم السكين انا بس في الحي الثاني. في السبعة حتى في السبعة. لوحدك ولا معاك ولاد؟ لا لوحدي. كله يجيب الصح. انت عايز حاجة؟ صحيح. وكان الرئيس السيسي قد تسلم صباح اليوم بقصر الاتحادية أوراق اعتماد 6 سفراء جدد لكل من مملكة البحرين وروسيا الاتحادية وتنزانيا والسنغال ولاتفيا وغينيا الاستوائية. المزيد في سياق هذا التقرير. تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 6 سفراء جدد. حرس الكرم استعلام روسيا الاتحادية. سعادة سفير روسيا الاتحادية، سعادة سفير مملكة البحرين، سعادة سفير جمهورية غينيا الاستوائية، سعادة سفير جمهورية السنغال، سعادة سفير جمهورية تنزانيا المتحدة، سعادة سفير جمهورية لاتفيا. وأكد سيد الرئيس
حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع تلك الدول في كافة المجالات. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية. كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات الخاصة بتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة. ووافق أيضا المجلس على مقترحات للتغلب على العجز المالي بالتدفقات النقدية لصندوق الإسكان الاجتماعي. وافق المجلس على إجراءات مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة بالصعيد. كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء 4 جامعات أهلية بالمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وشرم الشيخ وهضبة الجلالة. مشاهدينا انتهى موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.